اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية ورجعنا لموضوعنا والنهايات اخلاق النهايات اخلاق انا ازاي اخلي النهايه فيها اخلاق والله انا معاكم انا موافقه ان بعد الطلاق يبقى في اخلاق حلوه وفي معامله حلوه وان يشوف ولاده انا موافقه ما اعترضتش بس ازاي اخليها النهاية اخلاق يعني ازاي اقدر اوصل لو انا أخدت قرار الـ الـ الانفصال او الطلاق ازاي اوصل للطرف الثاني انه يعملني كويس ويبقى حد كويس ومحترم خليني أرحب بضيف الموجود معايا في الاستوديو الدكتور حسام صالح استشاري العلاقات الاسريه دكتور حسام ازيك اهلا وسهلا بيكي <applause> <applause> انتوا السبب احنا صح ماشي انتوا <applause> <applause> كلنا اي تعميم غلط لا لا مش تعميم <applause> لو كلنا وكلكم وكده بس وقعني في الغلط ازاي في اول الحلقه ده <applause> مبدئيا <لا. تصفيق> <لا. تصفيق> <applause> انا ضد التعميم نهائي زي... كده متفقين اه <applause> كده متفقين <applause> <ما فيه تصفيق> من في رجاله وحشه جدا في ستات وحشه جدا وفي ستات زي القمر وفي <applause> رجاله زي الفل بالظبط كده ماشي خلاص خليني في التعميم في الاول مع بعض اوكي النهايات اخلاق انا <applause> بشوف ان دي حاجه صعبه جدا يعني من النوادر كده ان هو يبقى فيه اخلاق بعد النهايات طيب. وانا ضد انا كايمان طيب. مختار ضد الراجل اللي يطلق مراته بعدين يقول لها ايه خلينا اصحاب وتعالي اقعدي معايا مع مع صديقتي ولا مراتي الجديده ولا خطيبتي ولا هو ايه يعني انا الراجل بيقول خلينا اصحاب وبسال اطمن عليكي واخرجي براحتك وارتبطي وانا ما عنديش مشكله خالص لازم ده انا عايزك ده انا نفسي تتجوزي عشان اشوفك مبسوطه انا بقول ان الراجل ده ما حبش وما بيحبش ويعني ايه اشوف مراتي اللي كانت على ذمتي مع واحد تاني وخلينا اصحاب ازاي ممكن ده يحصل ازاي طيب اول حاجه زي ما احنا ضد المبالغه الناحيه دي مم. ان احنا نبالغ قوي وكأنه ما حصلش حاجه أوه. برضو غلط ان احنا نبقى اعداء غلط ان احنا نبقى خصوم وازاي النهايات تبقى اخلاق لو فكرنا في المستقبل وخاصه اللي فيه لو في اولاد لو في اولاد لو فكرنا في مستقبلهم هنبطل نعمل حرب هنبطل نوجع بعض هنبطل نقطع في بعض هنبطل نتصارع مع بعض ويبقى الحلول بس المشاكل والاجراءات والكلام ده عشان احنا ما سلمناش ان الموضوع انتهى ليه ليه ما, ما ناخدهاش بزاويه ثانيه ناخدها بزاويه ان احنا حاولنا نتفق مع بعض قدرنا نتفق ونعيش مع بعض اهلا وسهلا ما قدرناش نتفق ونعيش مع بعض خلينا بنحترم بعض وخلي بينا الاولاد ونتعامل باحترام مش عشاني ومش عشانك مم. لا عشان اولادنا يطلعوا بشكل سوي وسليم لان بنشوف اباء بيتخلوا تماما عن ابنائهم أيوة. ودي كارثه كبيره أيوة جدا وبيعاقبهم وكانهم أنتوا اولاد فلانه آه. لا هم ولادك حضرتك آه كمان آه. وبنلاقي المفاجاه بقى والحاجه الصادمه اللي في الواقع دلوقتي ان بعض الستات بدي اهلهم او بعض الناس بتاثر عليهم آه. طب انت بقى اتجوزت او كذا طب هي كمان بتتخلى عن الابناء خد آه بقى اولادك آه وتتخلى عنهم في الاول وفي الاخر دول مش ولاده دول كمان ولادك فهم اولادي واولادك فاحنا كمان احنا الاثنين مسؤولين عنهم في ناس بتنسى بتنسى بسرعه ان احنا زعلانين دلوقتي فنسي كل حاجه كويسه قبل كده وبينسوا كمان ان هم هيدفعوا الثمن قدام لان هم الولاد دول لو ما حدش رعاهم ما حدش كلمهم ما حدش فهمهم ما حدش عارف مشاكلهم ما حدش احتواهم هيبقوا يعني قنابل موقوته في المستقبل <applause>